امبارح كان ذكرى حدث مهم للغايه مش ممكن ابدا المصريين ينسوه، وهو تعويم السفينه ايفر جيفن. انجاز الحقيقه العالم كله اتكلم عنه، وانا فاكر ان انا كنت موجود في هذه الحلقه هنا في صباح الخير يا مصر، والفريق اسامه ربيع اختص برنامج صباح الخير يا مصر عشان يعلن للعالم كله تعويم السفينه ايفر جيفن. مصر قدرت تثبت للعالم كله انها قد المسؤوليه، وان قناه السويس هتفضل هي الممر الاهم والاشهر والاكثر امنا للملاحه في العالم منها. حصل يا شاذلي، احنا فعلا كنا موجودين في صباح الخير، يعني تم اختصاصنا بالمكالمة دي، وتم اختصاصنا حصريا بلقاء وقت تعويم السفينة ايفر جيفن. انا بقى اللي كنت هناك يا شاذلي في اليوم ده، وعملنا نقلنا الكلام ده يعني على الهواء، وشفناه قد ايه كان متميز ومختلف. على مدار 6 ايام كان العالم بيحبس انفاسه مستني يشوف الارادة المصرية وابطال هيئة قناة السويس اللي قدروا بعد مجهود وتعب وشغل متواصل انهم يحققوا انجاز كان في اعتقاد البعض مستحيل. كان معظم الخبراء في العالم بيقولوا ان تعويم السفينه كان بيحتاج من 3 ل6 شهور، لكن المصريين عدوها في 6 ايام. بكل تاكيد يا منى، يعني انجاز، وانجاز مهم اشاد بيه العالم كله زي ما كنا بنقول. خلال 6 ايام فقط كانت قناه السويس هي الاكثر بحثا على منصات التواصل والاكثر انتشارا في كل الوكالات والمحطات الدولية، لأنه الحادث كان استثنائي وكان أول مرة يحصل في عمر قناة السويس اللي بقالها أكثر من 153 سنة. سفينة عملاقة بحجم ناطحة سحاب بتجنح في القناة بتوقف حركة الملاحة في العالم كله، وهنا بيظهر معدن المصريين واحترافية أبطال هيئة قناة السويس. الحقيقة مفيش في قاموسهم حاجة اسمها المستحيل. حقيقي، حط المصريين في أزمة هيلاقوا الحل، حط المصريين في ضغط بيلاقوا الحل بشكل مختلف. المصريين قدروا يتميزوا ويتفوقوا بامتياز في الأزمة وحولوها لإنجاز كعادتهم. وهنا كان لازم نذكر انه الانجاز ما توقفش او ما وقفش عند تعويم السفينه، لا ده كان بدايه لشغل تاني ومجهود جديد بيتعمل دلوقتي في قناه السويس عشان تقدر تطور القطاع الجنوبي في القناه، وده من خلال جدول زمني محدد والتزام بتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعه الانتهاء من المشروع من غير ما ياثر على حركه الملاحه في القناه. دي عاده مصريه عندنا ان احنا نعرف نشتغل في توقيتات ضيقه جدا ونقدر نطلع فيها حاجات مبدعه، وده اللي احنا متخيلين ان احنا هنعرف نعمله ان شاء الله الفتره الجايه. صباح على حضراتكم كلكم، صباح الخير عليكم، وصباح الخير يا مصر.